نعم، يعني أيضا من خلال الصور التي نبثها الآن والملامح التي يمكن أن نتفرس فيها ونتأمل، هل هؤلاء جميعهم لهم انتماءات لجماعة الإخوان المسلمين أم هناك انتماءات أخرى، علما بأنه الأعمار تتفاوت، يعني أعمار شابة ليست كبيرة وليست تلك الملامح التي شاهدناها تحديدا الاحتكاك مع افراد الحرس، لكن باقي اهالي المنطقه المتجمعين امام العقارات قاموا بالفصل بينهم. الروايات هنا بدات تنحصر في ان هناك هجوم كان بالفعل وقت بعد صلاه الفجر بعد تحريض من احد الميكروفونات، ميكروفونات احد المساجد القريبه. اتضح من الاصوات التي وصلت الى الذين يسكنون في العقارات المجاوره، خاصه العقار رقم 1 ورقم 2، ان هناك كان هناك تحريض، هيا انطلقوا. إذا وبعدها بقليل بدأ بعض الأفراد يتسلقون أو أسوار الدار الحرس الجمهوري، ثم أطلق الرصاص وقتل أو استشهد ضابط في الحرس، ومن ثم وبعد ذلك بحوالي دقيقتين أو أكثر قليلا بدأت. من موقع الأحداث أمام دار الحرس الجمهوري، الاعتداءات الآثمة للإرهابيين وأعداء الوطن على القوات المسلحة، أبناء القوات المسلحة وعلى الجنود والضباط. ويظهر في الصورة الأسلحة المستخدمة سواء كانت خرطوش أو رصاص حي، والصورة تبين الآن طبيعة الجناة وهوياتهم. صفوت حجازي اللي قال احنا هنطلع عشان نطلع الرئيس من دار الحرس الجمهوري، وهو بيرجح ان هو موجود يا داخل دار الحرس الجمهوري يا في وزاره الدفاع، وانا بقول له ان هو لا هنا ولا هنا، ان هم حاولوا يتسلقوا الحرس الجمهوري وحاولوا يطلقوا النار، ان هم يتسلقوا المباني المحيطه بدار الحرس الجمهوري ويطلقوا. شفنا في القنوات الفضائيه اللي بيحدف الخرسانات واللي بيحدف اعداد التواليت والناس اللي عماله تحدف الحجاره من فوق على دار الحرس الجمهوري. محتاجين ان احنا نعرف تفاصيل اكتر، كل مصري من حقه يعرف دلوقتي اللي حصل ايه. بس هي فكره ان انا ارجع للمصادر الحقيقيه للي حدث ومن كل الاطراف يا عمايل، عشان خاطر ما حدش يقول والله يا جماعه تلفزيون البلد دي الشعب ده واخد صف اليمين من الشمال. نسمع كل الاطراف بس ناخد المصادر اللي هو السورس الحقيقي للحدث، وبالتالي نقدر نسمع الحقيقه منين، بدل ما نبقى نقلا عن، حتى لو كان نقلا عن بعض القنوات، نبقى عارفين مسبقا انه الاراء ما بتعجبش الكل، وخاصة أنه الموضوع فيه أطراف كتير، فبالتالي إحنا بنتحرى الدقة ونحاول نرضي ضميرنا يعني بقدر الإمكان الوطني والإعلامي أيضا أو المهني. صحيح. ما تبصش، تبص قدام.